أسعد الله أوقاتكم متابعينا الأكارم، أهلا بكم في هذا الموجز الإخباري يأتيكم من قناة وجريدة تحواس براس الإلكترونية إلى أبرز ما جاء فيه. انطلاق فعاليات القمة العالمية السادسة للسياحة العلاجية في الأردن. وزارة الاتصال تؤكد على ملاحقة فرنسا للاعتراف بجرائمها ضد الأمة الجزائرية. إلى التفاصيل، أهلا بكم. أحيت الأردن اليوم السبت فعاليات القمة العالمية السادسة للسياحة العلاجية في أحد فنادق العاصمة عمان بتنظيم مؤسستي طريق الرواد وطلال أبو غزالة بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية وبرعاية وزير السياحة الأردني نايف الفايز. وبهذه المناسبة تم إقامة مؤتمر ومعرض ناقش آلية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال بمشاركة أكثر من 50 خبيراً ومتخصصا من 20 دولة. وتهدف فعاليات هذه القمة التي تستمر يومين إلى تعزيز سبل التعاون فيما بينهم وإطلاعهم على أحدث الاستراتيجيات والخبرات والإجراءات المتخذة في مجال السياحة العلاجية. أكدت وزارة الاتصال في بيان لها بمناسبة إحياء الذكرى 60 لمجازر 17 من أكتوبر 1961 أن التعريف بالمحطات التاريخية والحفاظ على الذاكرة والدفاع عنها يعد واجبا مقدسا، وسنلاحق به فرنسا اليوم وكل يوم إلى أن تعترف بمسؤوليتها كاملة وتلتزم بتحمل تبعات كل الجرائم التي اقترفتها ضد الأمة الجزائرية الأصيلة وشعبها الأبي. جاء هذا في بيان للوزارة نشرته اليوم الأحد 17 من أكتوبر بمناسبة الذكرى 60 لمجازر 17 أكتوبر 1900.